للتعبير عن الرأي يستخدم البعض صوته، فيما يكون صوت بعض مقيدا في لوحة يثير بها الضحك ويسخر من الواقع وينتقد بقسوة تدفع بالكثيرين إلى الخوف من ريشته. 62 عاما قضاها بين لوحات الرسم لم يتوقف فيها إنتاج ريشته الغزير إلا بأمر الموت. نقيب التشكيليين المصريين رسام الكاريكاتير مصطفى حسين غيبه الموت بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة في رحلة علاج لم تكتمل. ولد في 7 مارس عام 1935 وعمل في مؤسسة دار الهلال الصحفية مصمما لأغلفة المجلات، ثم عمل رساما للكاريكاتير في صحيفة المساء عام 1956 قبل تخرجه من كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1959. إلا أن انتقاله إلى مؤسسة أخبار اليوم عام 1974 جعل منه والكاتب المصري الساخر أحمد رجب أشهر ثنائي للكاريكاتير في انتقاد القضايا الاجتماعية والسياسية. تولى حسين رئاسة الجمعية المصرية للكاريكاتير ورئاسة تحرير مجلة كاريكاتير، وانتخب عام 2002 نقيبا للفنانين التشكيليين. نال جوائز عدة، منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 وجائزة الدولة التقديرية عام 2003، إلا أن الجائزة الأكبر كانت من متابعي الذين كان يخشاهم. ولازم ترضي القارئ، والقارئ أصله ديكتاتور طلع. يعني لما يلاقي الفكرة نص كده يبيرمي في الماء. حنين موصلي، العربية.